صار وشنو الخصوصيات متاع التليجرام وعليش العينين وليت عليها كبرش حاجات باش نعرفوهم مع محمود. مع محمود كما كنت تحكي عفيف حكاو برشا كل اليوتيوبرز وجماعة التيك توك وكل شيء, ما شنو كان العنوان هو برشا عباد معناها يقول لك التليجرام أهم صاحب أهم تطبيق تشد في فرنسا كل شيء. قبل كل شيء التليجرام ماهوش أهم تطبيق في العالم وفي التليفون, أقوى تطبيق في التليفون حسابيا وتاريخيا. شو معناها شو سوسبانس وتاريخيا حسابيا بالأرقام واتساب؟ لا أقوى تطبيق في التليفون تاريخيا هو الفيق. نحكي مع بعض بصفة عملية, نحكي على نوعية التطبيقات هذوما لي ريزو سوسيو. لي ريزو سوسيو كل واحد وكيفاش يحكم, خاطر فما سينيال وفما تليجرام وفما برشا غيرهم وكل شيء. ما أهم تطبيق في التليفون أهم تطبيق في التليفون هو الريفي الفيق, على خاطر الوقت مهم والوقت اللي يضيع أهم مهم برشا كي بنادم يفيق على روحه معناها, وسرتو الوقت قبل ما يضيع وتفيق زادة مهم, والشعوب كيفيقوا زادة حاجة مهمة في برش. الوقت المناسب سرتو كيفيقوا على رواحهم وكل شيء, المهم في الاخر لازم على وضعهم. التليجرام هذا برش عارفوه بهدرة انه يستعملوه الارهابيين والشبكات والعصابات وكذا, والهويات ما يظهروش وكل شيء والرسائل السرية لغو محمود مونتي صلح لي ظهر في فترة متاع الطفرة ذيك متاع العمليات الارهابية بعد بعد الثورة, كسوة اللي صارت في تونس صارت في مصر صارت في فرنسا صارت في أي حاجة ما يلزمش تعرف شكون وراها, هو ظهر قبل شوية ما تعرف خاطر ولا يتحكي عليه في الأخبار. أما تبقينا تسأل السيدة ذايا ما هو نمشيه بشوي بشوي مثلا في حرب روسيا وأوكرانيا زوز دول اللي يتحاربوا زوز بلدين زوز جيوش يتحاربوا, أما زوز يحبوا تليجرام وزوز موجودين على التليجرام وزوز اصلا يتفاعلوا مع بعضهم على التليجرام. معناها شوف انت الدول اللي تحارب وجيوش وكل شيء والتليجرام موجود, باقي انت روحك روسيا تحب التليجرام ولا ما تحبوش معناها والتليجرام هذايا معناها قبل الساعه كل شيء باش نبداو فاهمين. اليوم التليجرام ماهوش فيه برك عباد تحكي معاه, فيه دي بروفيل معناها كيما ديشين يهبطوا عليهم اخبار ديليان يهبطوا عليهم دي فيديو وكل شيء, وفيه برشا حاجات اخرين انا باش نجيهم بشوي بشوي. تبقينا شكون هو بافيل ديروف هذا وعلاش كي هبط بالطياره الخاصه نتاعو في فرنسا شدوه, وهو علاش عنده طياره خاصه اصلا منين جات الفلوس؟ اي واحد يعمل ابلكاسيون تطبيق يولي عنده طياره خاصه معناها منين جات الفلوس؟ شفت ندادك ايش عملوا محمود وجات كبيره ما اكبر مني بعامين هو عارش على الدنيا القدام ما تعرفش على الدنيا القدام اما فينا نركبوا في الجيت مع محمود ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله علاش ليه معناها تركبوا حتى في هليكوبتر شكون يعرف على الدنيا. اما هو راهو في سياق اخر جاء والتليجرام مش اول حاجه عملها معناها, ومش كل مواطن زاد راهو في فرنسا يتعدى ويبدا هو ماهوش مواطن فرنساوي تنجم السلطات في فرنسا يشدوه ما عندهمش فصل 54 نتاع الاجانب غاديك ولا حاجه. بافيل ديروف مولود معناها هو روسي ومولود في روسيا وعنده جنسيه نتاعك السانكيتس الجنسيه نتاعك الدول اللي يبيعوا في الباسبورات هذوك ب 200 الف دولار وب 300 الف دولار عملها هو وخوه, خذها بالفلوس بتبيع على طريق استثمار في مشاريع متاع سكر عام 2013, وعنده الجنسية الإماراتية خذها 2017 وعنده الجنسية الفرنسوية من 2021. أيوة. معنى هذا يعطي لفرنسا كدولة أنها تنجم تحاسبه وتنجم تقول له تفضل عنا ما نحكيه. بافيل ديروف هذا هو أخوه, هو اللي عمل السيت كان تذكروا الفيكا في كونتاكت كان ذكره قبل ولا تقول لك فما نسخة روسية متاع فيسبوك ونجم يطايح على الفيسبوك وكل شيء. أما تبقينا الفيكا هذا يبيدو وين مشي ما باش يجيكم في الهدرة بشوي بشوي. بافيل ديروف عمل الفيكا هو أخوه قلدوه براتيكمون على الفيسبوك من عام 2006. فيكا تقريب ولات عنده شعبية كبيرة في روسيا من عام 2011. علاش في 2011 في روسيا شنو اللي صار في روسيا في 2011؟ جوست هكا نرفريشي والميموار شوي, موبوتين ما حبش يخرج من السلطة وكان رئيس وقال لهم لا باش نحط صاحبي في بلاستي ولعب لعبة في البرلمان في روسيا وكل شيء. في 2011 في روسيا صاروا أكبر مظاهرات من وقت اللي طاح الاتحاد السوفيتي, يعني حاجة ما صارتش في روسيا قبل. الرواسة كانوا ينسقوا مع بعضهم باستعمال السيت هذايا وابليكاسيون فيه كما الفيسبوك بالفيكا. ياخي وقتها بوتين وجماعته ما حبوش يسيبوا السلطة كما كنت نحكي, وديروف ولا مناضل خاطر المنصة يستعملوا فيها فوق 35 مليون روسي وقتها في 2011 راهو العدد كبير ديجا معناها عدد كبير ياسر معناها بارابور روسيا. وقتها السلطة في روسيا قالوا لديروف سكر لي جروب اللي ينسقوا واحد وكل شيء وخليك تخدم على روحك تيمونج دو بان
فهمتني وراكش على روحك ويزينا ياخي ديروف شنو عمل الوقت نشر المراسلة الرسمية اللي تبعثت له وهبط معها التصويرة متاع حاشا من يسمع كلب لبس كابيوش أزرق اللي هو اللوجو متاع اللون متاع الفيكا وقتها ياخي زادت السلطة معناها بولاد تغلي عليه لقى روح وحده في بورتمان محصور في سان بيترسبرغ وقدام البورتمان معناها وفي الكلوار البوليسية متاع سان بيترسبرغ الكل منشرين باش يقتحموا عليه البورتمان وباش يشدوه وقتها ما تشدش وما تمش اقتحام البورتمان خمم انت وحدك وتخيل تخويف وبرا شنو اللي صار صارت مفاهمة ما صارتش مفاهمة المهم بيع وشري الله أعلم المهم اللي بافيل ديروف وقت اللي تحصر في البورتمان هذايا واللي ما يتشريش بشوية فلوس يتشري برشا فلوس ولا نرجعوا له بافيل ديروف في الوقت هذاك وقت الغصرة وقته وباش يزدموا عليه البورتمان حب يطلب خوه اللي ديما معاه في البروغراماسيون ولا واحد من صحابه ما نجم يطلب حتى حد علاش على خاطر التليفونات الكل مراقبين والميسنجر مراقب وكل شيء فاللحظة هذيك جات الفكرة متاع تليجرام اللي هي حاجة تنجم تطلب بها وتواصل بها مع العباد من غير ما ينجم يسيطر عليها حتى حد هذيك اللحظة اللي جات فيها الفكرة تولدت فيها الفكرة تولدت فيها الفكرة كي تولدت عنده فكرة جديدة الفيكا وقتهاش مازال يصلح براتيك ما يصلح لحتى شيء من الوقت هذاك ومن الحادثة هذيك الدولة مؤسسة الدولة ما روسيا ما عادش ديمقراطية وما عادش حتى شيء في وقت بوتين من 2011 ل 2014 معناها جو سيس دوز قعدت السلطات ها وعملوا له قضية متاع كرهبة ضربت بوليس مرسيدس بيضة ضربت بوليس برشا قضايا حاصلوا لين 2013-2014 ملقاش بهوين خرج من روسيا ومشى نيويورك انترتون في الوقت هذاك الفيكا قدرت قادر تبع منه 80% من الأسهم متاعه وبعد ما وصل ل 2015 إلا ما ولا 100% تابع الدولة الروسية ولا رجال أعمال اللي حبيباتهم بوتين ويقعدوا مع بعضهم في الكرملين في القهوي غاديك الناس كل فاهمين بعضنا قعد ديروف يخدم على التليجرام وهز معاه الفلوس اللي باع بهم السيت الأولاني اللي هو فيكا كما قلت لكم عام 2014 تليجرام يخدم ولا فيه 50 مليون مستخدم اليوم فيه أكثر من مليار واو المليار اللي في التليجرام ما همش كلهم جست عباد يتحدثوا مع بعض فما برشا حاجات في التليجرام اني جايهم فيها فلوس وفيها برشا لعب أخرين هاي ما عندي عندي 10 دقائق في الكونديكتور زربلنا جد عليك الكونديكتور باهي باش نكمل عام 2017 تليجرام وديروف مشاو كإدارة وكلهم مشاو لدبي دبي كما نعرفوا الفلوس تتحرك والدنيا مسرحة وكل شيء وما فماش تعقيدات فهمتني معناها التليجرام مش كيما الميسنجر الواتساب خاطر فماش كون يتبع وما فماش كون يفلي اللي قاعد يتكتب عام 2018 روسيا حبت تمنع التليجرام ما عادش يخدموا بيه ياخي ما نجمتش تكون روسيا بالإمكانيات والدولة وكل شيء هذا 2018 ما نجمش عام 2020 قالوا أنا قال كذايا ما معهاش حل التليجرام وقت عام 2013 ما قعدش كان الأمور متاع كتيبة كل شيء عام 2018 نركزوا مليح حاجة مهم عام 2018 تعمل التون تي او ان تقولي شنو التون التون هو التليجرام أوبن نتورك شنية ما هو أوبن هو واحد شنية الأوبن نتورك شبيني ما نعرفوش أنا التون جايك واحدة واحدة من 2018 شبكة شبكة التليجرام المفتوح اللي هي كريبتو موني اللي هي فلوس فلوس متاع تليجرام كما البيتكوين والإيثيريوم وغيره والتليجرام زاد التليجرام زاد ولات فيه ولات تعرف ما هو الولات اللي هي المحفظة الإلكترونية اللي تحط فيها الفلوس الكريبتو متاعك أما تبقينا الولات هذي متاع تليجرام عفيف نجم نبعث لك بهم فلوس كريبتو وتنجم تبعث لي بهم من غير حتى وسيط ما غير كنترول ديريكتومون ما نسحقش الشركة مثلا باش نتعدى عليها اللي هي موجودة توا حتى في البيتكوين وكل شيء وما فماش كون يخو عليك كزيروفر فيرجول 012 03 ودرشنية من الفلوس بخلاف لي بوت متاع لي كريبتو جدد اللي قاعدين توا يدور معناها شوالا عنا توا عنا تطبيق متاع مراسلات حتى حد ما نجم يكونتروليه وزيد فيه لشان متاع الأخبار وكل شيء اللي حتى حد ما نجم يحكم فيهم وزيد فيه العملة متاعه اللي هي التون التون اليوم تسوى 5 دولارات وشوي معناها راي مهاشة كصفر صفر فاصل هذوكم كما برشا خليل وزيد فيه الولايات متاعه كما كنت نحكي السيستيم مونديال النظام العالمي اللي نعرفه الكل علاش توقف وجايك النظام العالمي ما يحبش حاجات كما هكا تكور اي متقلقين من العملة هذه الرقمية النظام العالمي ما يحبش وسيلة متاع تواصل ما يكونتروليها حد وما يعرفها حد وشكون قاعد يحكي مع شكون كما نشوفوا توا حتى المقاومة وين يهبطوا على تليجرام السيستم العالمي ما يحبش موني ديجيتال وكريبتو موني ماهيش كونترولي وما تعرفش شكون يبعث لشكون كيف ما يحبش السيد تشد قالوا له فما عصابات يستعملوا في التليجرام وانت ما حبيت تسيب حتى دولة اي معلومة واي حاجة هو رسمي التليجرام انه ما يسيب حتى شيء وزيد راهو توقف يمكن معناها هذيا
يتلكشوا عليها يقولوا له فما عصابات وحروب ودرا شنو. اما المهم في التليجرام هي الفلوس، انه الفلوس اللي ولات واللي هي معناها حاجه كبيره. السيد هذا علاش عنده طياره؟ انه باع الفيكا في الاول برشا فلوس، المعلن انه الثروه نتاعو فوق 17 مليار دولار، لكن الفلوس اللي عنده اكثر من هكا بياسر، خاطرهم تو سامبلومون على الولايات اللي ولات نتاع التليجرام اللي حتى حد ما يعرفهم تبقينا من شراء اخرى القدام. هذا معناها التوقع صغير قيدوا عليا انه السيد هذا باش يخرج، معناها هو تو مشدود في فرنسا باش يخرج، اما بطريقه مش باش يفهمها حتى حد. علاش؟ على خاطر العباد اللي وراء التليجرام ويستعملوا في التليجرام والعباد اللي عندهم فلوس الكريبتو فيهم برشا دي هاكور، واللي هاكور هذوما عندهم برشا معلومات سريه على برشا دول ابتزاز صحيح، باش يصير ضغط بالضبط، باش يصير ضغط القدام باش السيد هذا يخرج، ماك باش تشوفوه كان باش يهبط تصويرته في بلاد من اللي هو خرج، وحتى حد مش باش يفهم كيفاش خرج. هذا التليجرام ثبتوا فيه وفي نفس الوقت تردوا بالكم. يعطيك الصحة محمود، فسرت لنا برشا حاجات كيما